صارت الساعة 12:03، هلأ راجعة على البيت. رح أحط الكتب وروح على المول، بس بدي كمان صلي الظهر وألبس شيء أتقل لأنه شوي الطقس صغير، يعني صار أبرد. فكتير كان حلو الدرس، كتير كتير انبسطت، كان الجو كتير حلو. كنا بس 4 بالصف، 4 نسوان يعني تقريبا أعمار متقاربة، فكان الجو حلو وكتير المعلمة شاطرة، كتير حبيتها. فالحمد لله يعني بداية موفقة إن شاء الله. وصلت هلأ طلبية من ترانديول. بعرف إني قلت لكم ما بقى أطلب أونلاين، بس رجعت طلبت لأنه يعني كتير صعب علي الشوبينج، روح وروح نص يومي بالمول، فبضل طلب أونلاين أسهل وأسرع، يعني بوفر فيه وقت. فهالمرة الحمد لله حاسة حالي توفقت. هاي بيجامة لعمورة، جبت له قياس اكبر من عمره، هو عمره 4 سنين، هيدا قياسها 6 7، حتى تكون طويله. يعني انا بحب البيجامه تكون واسعه وطويله حتى تكون مريحه. هاي كمان وحده تانية نفس الموديل بغير الوان، وهاي بيجامه ساره كمان طلبت لها قياس كبير لنفس السبب. حبيتها كتير بيجامه ساره، الوانها كتير حلوه، بعتقد رح ينبسطوا فيها كتير. هلا بعد شوي بيوصلوا من المدرسة، بدهم بعد 10 دقايق بيوصلوا، فحخليهم هون على التخت حتى لما يوصلوا اقول لهم في الكم مفاجأة على التخت. دايما بعمل لهم هيك، اي شي بجيب لهم اياه، مع انه هو يعني شي مش لعبة او شي واو، يعني من الغراض المستلزمات، يعني كان تياب حتى لو كلسات او شو ما كان، شي صغير دايما بعمل لهم اياه انه واو شغلة كبيرة، يعني حتى يحسوا بقيمة الشغلة انه هيدي نعمة، يعني ينبسطوا بالأشياء حتى لو كانت بسيطة، مش إنه بجيب الشغلة وبحطها بالخزانة بدون ما يشوفوها، يعني حتى يعرفوا إنه يعني حلو الولد هيك يتحمس وينبسط إنه جاب شي جديد. هو الولد أصلا بيتحمس وينبسط بهيدي الأشياء، فهيك حتى يخليهم ينبسطوا أكتر بعملهم إياها على شكل سربرايز، يعني بغمض لهم عيونهم وبجيبهم على التخت وبيشوفون. هن أصلا عارفين إنت طالبت لهم بيجامات، فهلا هن متحمسين. الولاد بينبسطوا بأي شي. هيدا اسمه تري لاتشي. تري لاتشي هي أكلة تركية. خليكم بارمين وجهكم، جاي لعندكم سربرايز. يلا بس عد لثلاثة بتبرموا. اوكي 1 2 3 يلا. حبيتون؟ ايه حلوين؟ صغيرة وحلوة. حبيتها يا عمورة؟ حلوة حلوة يا سارة؟ تعي فرجيني اياها. حلوة؟ كتير. حبيتيها؟ ايه. ايس كريم على شو هاي؟ هيدي على توتي. هتوت انت؟ هيدي على هيدي على التور. على لونه بلو بابل جام. بحط التور احيانا هيك بيكون لونه. اوكي حبيبتي. بقول لك شو بدي اسميها؟ سباركلينج. بدي اسميه كايبرين. اوكي قربوا على الكاميرا لنشوفه على الكاميرا. واو
اوكي حبيبتي، يلا مبروك. يا انت احلى. اي وقعتوني. هلا عم بتصور لحد فريني شو عملتي يا سارة؟ ماما ضل هناك لمين هاي؟ لما تخلصي ماما مد. لما تخلصي لو نحنا نخلص طاولتنا فبتدي وتشوفي طاولتنا نحنا الاثنين وتقولي مبارك. في كتير بفارق هيدا سي وبيضحك ماما ما هيدا الاول. طلعي انا عم بحط هون نفس الالوان. ايه طلع كتير حلو، برافو عليكم. ايه ماما هون اي وهون اتش وهون شو ام اي تي.